نظمت جمعية مستثمري قطاع الإسكان وقفة تضامنية رفضا لقرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس. وخلال الوقفة أعلن رئيس الجمعية المهندس زهير العمري عن تأسيس لجنة مستثمرون لدعم صمود القدس لتقديم ذلك الدعم بكافة الوسائل والأساليب الممكنة، إضافة إلى إطلاق اسم القدس على قاعة الاجتماعات الرئيسية في الجمعية. وتضحية المكتبات كالوتد حيث أخت الرجال محبتكم وعن دعمكم لإخوانكم في القدس وصمودها. والآن مع كلمة أساليب الممكنة ونعلن وقوفنا مع حقوق شعبنا يملك يعطي لمن لا يستحق. إن القدس هذه الوقفة اللي نفذناها اليوم في أمام مقر الجمعية هي تعبيرا عن موقف المستثمرين في قطاع الإسكان باتجاه القدس. هذا اليوم يوم مبارك إن شاء الله، حيث أعلن المستثمرون عن عدة أمور حصل يعني في هذا بهذه المناسبة، منها تسمية القاعة الرئيسية في الجمعية بقاعة القدس، وكذلك تم تشكيل لجنة مستثمرون من أجل القدس. هذه اللجنة راح يكون من أهدافها جمع التبرعات من المستثمرين لدعم المقدسيين وصمودهم وترميم بيوت المقدسيين إن شاء الله. تأتي هذه الوقفة وقفة لمستثمرين الأردن، المستثمرين في قطاع الإسكان، لكي نعلي صوتنا عاليا أننا مع دعم صمود أهلنا في القدس، ومع القدس أنها تكون عاصمة أبدية لفلسطين وأنها تكون عربية، ولدعم المواقف السياسية للملك وللحكومة الأردنية في هذا الطريق.